السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. الحشرات الخارجية هي واحدة من أخطر أنواع الحشرات اللي بتصيب الطيور. طبعا الحشرات اللي بتلزق في جسم الطائر تعتبر خارجية، والحشرات اللي بتطير حوالين الطائر تعتبر حشرات خارجية. كل الأنواع دي وكل الأشكال من الحشرات اللي بتيجي للطائر من برة هي تعتبر حاجة قاتلة مع الوقت. فعشان خاطر انت تربي الطيور بتاعتك صح وبشكل سليم، سواء التسمين او البياض، تمام، انت لازم تبعد عن الحشرات دي ولازم تقضي عليها تماما. لذلك انا جايب لك المبيد الحشري ده الطبيعي جدا، طبيعي 100%، واقول لك استخداماته وازاي تقدر تستخدمه بشكل مكثف علشان خاطر ايه تقضي على الفاش والامل والحشرات كلها اللي ممكن تكون بتلزق في جسم الطائر او الطيار او اي نوع من انواع الحشرات. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. زي ما حضرتك عارف ان الحشرات لما بتلزق في جسم الطائر بتسبب هيجان للطائر، يعني بتجيب له حكة كده، وطبعا ده في الحر بيبقى صعب جدا، ومع الوقت ده بيؤدي الى قلة الانتاج، لان الاكل اللي بيدخل جسم الطائر والدم اللي بيمشي في عروقه الحشرات بتمص الدم ده، فالانتاج مش موجود. كذلك برضو بيبقى فيه نقص شهية، رغم ان الطائر محتاج اكل بس برضه شهيته مفقودة تماما، ومعدل النمو بيقل، وكل ده بيؤدي الى اتساخ البيض اللي نازل، تمام، وطبعا ما بيتباعش. البيض اللي بيبقى متسخ ده بيبقى فيه اسهالات طبعا وكل حاجة، ما بيتباعش، وبتبقى خسائر فادحة بالنسبة للمربي سواء فاتح مشروع كبير او حتى مشروع صغير، تمام. فلازم ناخد بالنا يا جماعة ان في امراض كتيرة جدا ممكن تيجي من الحشرات. اكتر من 60 نوع من الامراض ممكن يجوا بسبب الحشرات المختلفة، وعلشان تقاوم الحشرات دي ممكن تتعب وممكن ترهق جدا وممكن تكلفك فلوس كمان. فمن الافضل انك تعمل الموضوع ده بدري علشان ما تكلفكش فلوس كتير، عن طريق الحاجات الطبيعية والدواء الطبيعي المبيد الحشر الطبيعي اللي انا جايبه لك النهاردة، علشان بعد كده الموضوع ما يكلفكش اكتر واكتر واكتر، تمام. وفي احيان كتيرة جدا في ناس ما بتعرفش تتعامل مع الحشرات اصلا، يعني بالرغم من استخدام بعض المبيدات الحشرية القوية في ناس ما بتعرفش تتعامل مع الحشرات، لان في بعض الحشرات طبيعتها قوية جدا، يعني عندها قوة، سلوكها غريب، تتنقل من الدجاج للفرشة ومش بتموت بسهولة وبتتكاثر بسهولة جدا، وكل ما تقتلها يجي غيرها وهكذا، تمام، لان هي اصلا كده كده بتبقى بصفة مستمرة ممكن تعيش في الارض عادي جدا. فمن المهم ان حضرتك تاخد بالك من كل التفاصيل دي عشان تعرف تتعامل مع الطيور بتاعتك بشكل سليم وتستخدم المبيد الحشري السليم، تمام، اللي من استخداماته مقاومة الحشرات، وطبعا ده عن طريق طبعا ايه تطهير جسم الطائر تماما وتطهير الفرشة تماما عن طريق الدواء ده، واقول لك ازاي تستخدمه. كذلك برضو وانت عندك مساحات ارضية كبيرة، عنبر كبير جدا، تمام، ممكن تستخدم فيه المبيد الحشري ده لانك بتخففه وبيبقى صالح جدا للاستخدام ومؤثر، تمام. هو بيقاوم الفاش من اشهر انواع الحشرات المؤذية. الفاش برضو فيه عنابر الطيور سواء الطيور بتاعت التسمين او البياض. وقبل ما اكمل لك يعني استخداماته وازاي حضرتك ممكن تستخدمه والجرامات وكل الكلام ده، لازم نعرف ان المبيد الحشري ده اسمه ديرمانيل. ده مبيد حشري طبيعي 100%، تمام، وحاصل على شهادات صحة وشهادات كفاءة كتير جدا في مجال الطب البيطري. ديرمانيل ده حاجة سحرية جدا، حضرتك لما تستعملها مع الطيور هتشوف تأثيرها الكبير والفعال والسريع، اللي هو فعلا هتحس انك ما ضيعتش فلوسك هباء منثور، يعني فعلا اشتريت حاجة مفيدة للطيور، فعلا اشتريت حاجة انت هتستغلها استغلال ايجابي بدل كل انواع المبيدات التانية اللي للأسف بيبقى تأثيرها مش ايجابي مع الطيور بتاعتك، تمام. ممكن تستخدمه بكذا طريقة، يعني انت حضرتك ممكن تستخدمه في ارضية العنبر بمعدل من 10-25 جرام للمتر المربع. ركز معايا في الجرامات علشان تبقى فاهم، من 10-25 جرام في المتر المربع. طبعا بتحط المبيد الحشري ده في مية وبعد كده بترشه، تمام، بتحطه في مية وتدوبه وبعد كده بترشه، وطبعا بيجي برضو بشكل تاني سائل، فحضرتك ممكن ترش منه على طول من 10-15 جرام لكل متر مربع، تمام.
لو عندك مثلا ايه مساحة الأرضية 1000 متر مربع، تمام، هتحتاج من 10 ل 25 كيلو جرام، تمام، لان قلنا 1000 متر مربع، هتضرب بقى في ايه، في النسبة اللي تخليك تعرف تغطي ال1000 متر مربع، تمام. لو 1000 متر مربع من 10 ل 25 كيلو جرام، وطبعا ده بيبقى على حسب شدة الإصابة. محدش يقول لي نجيب 10 ولا 15 ولا 20 ولا 25، لا، ده بيبقى حسب شدة الإصابة في الدورة السابقة أو الدورة الحالية اللي أنت بتربي فيها. كل ده مؤثر جدا ومهم جدا وتفاصيل فعلا فعالة في عملية التربية وعملية إيه الوقاية ضد الحشرات المختلفة، تمام. تعال بعد كده نعرف حاجة مهمة جدا، ان هو لما بنستخدمه في مقاومة الفاش، تمام، بنقدمه بنفس المقادير، نقدمه بنفس المقادير. لو في فاش في جسم الطائر، تمام، بنضع كمية مناسبة في البيضات، تمام، بنبدره على الفرشة لتكوين طبقة بيضاء خفيفة عليها من البودرة، تمام، وبنضع كمية مناسبة في داخل العنابر، الشقوق حول جدران العنابر الخارجية، أماكن تواجد النمش، من غير ما نحطه في مية ولا أي حاجة. دي طريقة استخدام فعالة جدا وأفضل من استخدام المية. يعني في ناس بتستخدمه بالمية وفي ناس بتستخدمه زي ما هو بودرة. الأفضل إنك تستخدمه زي ما هو بودرة، تمام، أماكن تواجد النمل، الشروخ، الجدران والكلام ده كله، تمام. لو الدجاج موجود في العنبر، يعني يفضل انك تعمل تعفير يدوي، تمام، او بتستخدم ادوات بسيطة علشان ما تسببش انتشار العفار في الجو بتاع العنبر، علشان ممكن يعمل هيجان تنفسي بالنسبة للطائر. يعني من الاخر كده، لو هتستخدمه والفراخ موجودة ممكن عادي جدا، مش ضروري تخرج الفراخ برا العنبر، لا، ممكن والفراخ موجودة في العنبر تستخدمه عادي جدا، لكن تاخد بالك ان الجو ما يبقاش فيه غبار من الدواء، الجو ما يبقاش فيه غبار من المبيد الحشري، اسف، طبعا هو مبيد حشري ما ينفعش نقول عليه دواء، حلو. ليه؟ لان الغبار ده بيسبب هيجان تنفسي بالنسبه للطيور. هنستخدم ادوات بسيطه وتعفير يدوي افضل علشان خاطر ايه الجو يبقى نظيف من المبيد. فعلشان تحصل على نتائج جيده لازم تكرر موضوع التعفير ده مره اخرى بعد اسبوع بعد اول مره استخدام، ويكرر دوريا مره كل شهر، تمام. الدرمانيل ده يا جماعه مضاد للرطوبه اصلا، مبيد حشري لكنه مضاد للرطوبه، وبيقضي على الفاش وبيقضي على الحشرات بمختلف انواعها. من المهم جدا ان احنا نستخدمه، من المهم جدا ان احنا لما نحتاج له نستخدمه، وحتى لو ما احتجنا لهوش ممكن نستخدمه للوقايه ضد الحشرات المختلفه، لانه فعلا فعال جدا وينصح به في كل الظروف اللي بتتعلق بالحشرات. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.